صباح الخير مشاهدي الاو تي في، حلقة جديدة من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية. صباح الخير واهلا صباح وسهلا الخير فيك. لك وللمشاهدين. خلينا نبلش احنا وياك بسؤال شوي يعني مش من صلب الموضوع، انه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونهر الليطاني ككل، يعني من احنا وصغار بنسمع نهر الليطاني والمصلحة الوطنية، بس ولا مرة كانت هالقد يعني موضوع اساسي بنشرات الاخبار وبالتداول بالحياة السياسية. ما بعرف القصة بس مرتبطة بموضوع النزوح السوري ولا شو صاير؟ الحقيقة اليوم مشكلة تلوث نهر الليطاني فرضت نفسها بشكل كتير كبير على كل المجتمع اللبناني، على كل وسائل الإعلام، على كل القطاعات الصحية والبيئية والاجتماعية وحتى المالية. من ناحية تانية اليوم تغيرت وسائل مقاربة الملفات، ما عاد فينا نقارب الملفات بالطريقة الروتينية المتعلقة بالمراسلات والمتعلقة بالموظف صاحب الدوام الرسمي بيروح 8 بيجي 2 وبينتظر الأمور للحل. وتاني شيء، مع صدور التشريعات الجديدة تحولت إدارة المؤسسات، يعني لا سيما قانون المي، إلى طريقة الديمقراطية بالإدارة والمشاركة مع المجتمع، مع البلديات لما يكون لها دور مناسب، ومع مختلف الجهات. هذا من جهة. من جهة تانية اليوم مشكلة تلوث نهر الليطاني بالفترة الأخيرة تعززت ببعض التشريعات بال 2016 بال 2018، وثم أتى تعيين مدراء جدد للمياه من ضمنهم أنا من أجل مقاربة ملفات المياه ضمن السياسة الموجودة للحكومة اللبنانية. هذه هي المشكلة. ثم على ضفاف هذا النهر وضع مئات الألاف أو عشرات الألاف من النازحين السوريين، تفاقمت مشكلة التلوث السوري، دخل بعض العناصر السياسية إلى تلك المشكلة وبعض العناصر الإنسانية لتفاقم أزمة اللبنانيين. يعني احنا عم نشوف شوية مشاهد، يعني نعم. هودي وين تحديدا؟ هيدي تحديدا بمنطقة البسارية. هيدا نعم. مجمع بناء أي للسقوط، مجهول المالك، بعض الناس استولوا عليه ومجرين ربما لإحدى المفوضيات لكي تضع حوالي 1500 نازح فيه. هذا الصرف الصحي المتدفق منه كان يوصل لمياه الري مباشرة. عملنا بعض الأشغال الهندسية للتخفيف من تلك الكارثة على اللبنانيين، ونحن وجهنا إنذار إلى مالكي هذا العقار اللي عم يستثمره وشاغلي، طلبنا إما إخلاءه وإما إيجاد مشكلة للصرف الصحي الناتج عنه. للأسف الجهة المعنية المفوضية اجتمعت معنا عشرات المرات فيما يتعلق بهذا المبنى بمكتب محافظ الجنوب، نفت وجود مشكلة، قال ما في مشكلة صرف صحي نحن غلطان. شو غلطة. مفوضية اللاجئين؟ نعم، نفت وجود. بس هي ليه بتستأجر مبنى يعني؟ عادة هي بتنكر أنها بتستأجر مبنى، ولكن تقوم بدعم بعض الجمعيات التي تقوم بإيواء النازحين، وهؤلاء بيختاروا لهم هذا المكان اللي هو منه لائق لا إنسانيا أو لأنه لائق بيئيا أو لأنه لائق صحيا أو لأنه مقبول حضاريا أنك تقعد فيه ناس، وهو قايل للسقوط. يعني كل ما تحاول لتنهار شقفة منه بيخلو جزئيا. من أسبوعين ثلاثة شالوا منه 50 شخص لأنه جزء عم ينهار، وهكذا. نعم. هلأ رح بسياق الحلقة رح نضل نشوف صور، كل ما يحطوا لنا شباب صور منعلق عليهم. نعم. بسياق حلقتنا. يعني خلينا نرجع قبل موضوع النزوح السوري. نعم. يعني مشكلة تلوث نهر الليطاني ككل. نعم. يعني شو أساساتها؟ بعدين كل فترة يعني، ولو عم بسألك سؤال بشكل عام يمكن شوي مبسط، إنه لجان بمجلس النواب ولجان تحقيق وما بعرف شو، وآخر شيء بنبقى محلنا بهذا الموضوع. مزبوط. الفكرة اليوم مشكلة تلوث نهر الليطاني ما بترجع لا لمبارح ولا لأول امبارح، تعود إلى ما قبل الحرب الأهلية وتفاقمت بعد الحرب الأهلية سنة 1994. حبت الدولة اللبنانية تقارب ملف التنمية وتقارب ملف الصرف الصحي، أخذت قروض من معظم الدول والجهات المقرضة، كانوا نوعين من القروض، قروض للمحطات وقروض للشبكات. توافق على قروض الشبكات، نفذت الشبكات، لم يبت بقروض المحطات، فتحولت كل شبكات الصرف الصحي سواء في بيروت إلى البحر وعلى المناطق الساحلية إلى البحر وفي المناطق الداخلية إلى الأنهار. بال2007 بلشوا يوافقوا على قروض المحطات،
فبالتالي هذا جانب. الجانب الثاني، نحن اليوم حوض نهر الليطاني عايش فترة من الزمن وإلى حد ما بعده لحد هلا وكأنه منطقة خارجية. خارجي هودي وين؟ هودي أيضا بمنطقة البقاع، هيدا مركز لتجميع الزيوت غير المرخص، يقوم بوضع الزيوت في هذه الخزانات المقرفة، والفائض عنا يتحول مباشرة هذه كوربرياء إلى نهر الليطاني، وهذا توجهنا بكتاب بشأنه إلى الجهات المعنية لنشوف كيفية التعاطي. هذا نموذج من النماذج من الخروج عن القانون للمؤسسات التي تقوم بممارسة أنشطة سواء صناعية أو كانت مؤسسة مصنفة أو حتى محطة محروقات أو مركز تجميع زيوت. نعم. فبالتالي بدون ما نراعي المعايير البيئية بالتراخيص، بدون ما نراعي المعايير الصحية بالتراخيص، راعينا المعايير ربما بين قوسين السياسية، فها هي النتيجة. بس راعينا المعايير السياسية بأي معنى؟ يعني هودي يعني مثلا قصة هاي الزيوت اللي عم نشوفها انه بيعملوا هاي المخالفة. نعم. اذا بتتدخلوا في جهة سياسية او جهة سياسية بتتعاطى، شو بيصير؟ اليوم انا للأمانة انا إلي سنة عم تابع هذا الموضوع، لم تتدخل معنا جهة سياسية لطلب كف الملاحقة عن أحد ما، ولكن المقصود بالحياة الفوضوية هي الجهات المحلية. اليوم هذه مثلا على الأقل من أبسط واجبات البلدية التي يجب أن تراعي، وإذا كان هذا اللي مثله مش ضروري يكون هو، إذا كان هذا حاصل على ترخيص، فالجهة المانحة للترخيص آنذاك سواء كانت البيئة أو غير البيئة أو الصناعة أو غير الصناعة أو أي جهة رسمية معنية، ما كان لازم تعطيه الترخيص. وإذا فائت على حال الوزارة المعنية ووجهت كتاب إلى محافظ معين، يجب على المحافظ أن يوجه إلى القوى الأمنية لتنفذ. نعم. وإذا المحافظ وجه إلى القوى الأمنية لتنفذ بإيقافه، على القوى الأمنية أن تنفذ. فبالتالي اليوم نحن اليوم أمام مسلسل من تطبيق القانون يجب أن يكون متكامل، فإذا اختلت فيه دورة من دورات تطبيق القانون نرجع لنفس المشهد. وهذا أيضا بمنطقة الاقتصاد العربي لقبل مجموعة من النازحين. نعم. وهذا كمان بمنطقة تمنين. بتمنين؟ نعم. وهذا أحد المخيمات النازحين، يعني عم تمر الصور وراء بعض، فعم بيحول بهالشكل هذا الصرف الصحي. هو مخيمات نازحين على مجرى النهر. نعم. هذا مشهد بسيط. هلا رح نفوت موضوع النازحين. نعم. مفصلا، بس لانه مرق الصور. نعم. قلنا بنعلق عليهم قبل. فهيدي نعم. هي لنكفي بموضوع كنا عم نحكي. فنحن اليوم منا بحاجة لا لأموال ولا لاعتمادات ولا لشيء، بحاجة إلى تطبيق القوانين فقط لغير. مجرد ما نطبق القوانين، من نسمح بالبناء غير المرخص، وإذا سمحنا بترخيص أن يكون الترخيص قانوني ومتوافر مع الشروط الهندسية والبيئية، وإذا رخصنا لمؤسسة صناعية تكون الترخيص صحيح، ما نسمح لمؤسسة غير مرخصة، نحن بنحمي حالنا ونحمي مواردنا المائية. المشكلة ليست فقط في نهر الليطاني، بكل أنهار لبنان وبكل بيئة لبنان. أكثر من هيك، إذا بدنا نطلع على ملف المقالع والكسرات والمرامل، هونيك الفظاعة. يعني ناس اليوم قد ما هن شخصيتهم وقلوبهم من صخر، فيك تحط كسارة بقلوبهم. كيف حولوا هذه الجبال، لسيما بمنطقة الريحان، بمنطقة العيشية، بمناطق بعض مناطق البقاع، حولوها إلى محافر كلها سوا وكلها بأوساط مائية. أنه تنظيم المقالع والكسرات بيرعى أنه عندما تكون هذه المقالع وهذه الكسرات وهذه المحافر بأوساط مائية، يجب أن يكون لها بعض الشروط التقنية والفنية التي تحمي هذا الوسط المائي. يوم ما عم نقول لا لحدا يسكر ولا لحدا يفل ولا لحدا ما يستثمر، بس نحن اللي عم نقول يستثمروا ضمن القوانين، ضمن القوانين المسموحة والمرعية، مثلهم مثل غيرهم. يعني ما بيجوز نحن نطبق القانون على كسارة ومئات الكسارات موجودين عم يستثمروا خلافا للقانون. علما انه هاي الموضوع كان حضر هالاسبوع، كان حاضر مجلس الوزراء، وصار. نعم. في مهله جديده ومخطط، ونحن اليوم مع 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 علي وزير البيئه الجديد طرحنا ما عنده موضوع مشكله مرامل الريحان والعيشيه، واثبتنا له بتقرير كيف ان هذه المخلفات الناتجه عن تلك المرامل وغيرها لتوصل الى نهر الليطاني. شو عمل؟ فورا اصدر قرار باقفالهم وضرورة أن يكونوا مستوفين الشروط
المنصوص عنا بقانون تنظيم المعارف والتسارع طبق القرار، حلت المشكله جزئيا. اليوم نحن بنجد انه يضل نطبق القرار، فنحن متوسمين يضل نطبق القرار. فبالتالي نحن اليوم اذا اردنا نستطيع، فالمهم ان نريد. نعم، لكن كنا عم نقول انه يعني التدخل من سنه لهلا تدخلات سياسيه بالمعنى اللي هو يعني في انطباع عند الناس انه تدخلات سياسيه، انه نعم. بدأ فلان انه اتركوا لنا هالمنطقه واتركوا لنا هالموضوع، ما عم تلمسوا هذا الشيء. نحن اليوم ما عم نلمس هذا الشيء، بس المطلوب ايضا ربما نحن بالنظر لتواصلنا المباشر مع الاعلام و نقوم بإحاطة الإعلام بكل شيء بيصير معنا، ما جربنا بهذه القضية. بس المطلوب أيضا الجهات السياسية مثل ما هي ما بتتدخل معنا لعدم حماية ملوث أو غيرها، أن لا تتدخل لدى جهات أخرى للسماح لملوث بالعمل بشكل مخالف للشروط البيئية. ربما هونيك في تدخلات يجب عم تنعكس علينا، فهذا بيزيد شغلنا، بصير ساعتها يعني ما بيجوز انت تدعمني بمكافحة التلوث وبذات الوقت تدعم ملوث باستمرار وبعمله. هذه هي اليوم بتكتمل المنظومة ان شاء الله. طيب هودي بيتعلقوا بمنع التلوث الاضافي، نعم، بمياه النهر وعلى مشي، نعم، النهر والى اخره. طيب التلوث الموجود اصلا، نعم، كيف بيتعالج اليوم؟ وين صرته بهالموضوع؟ التلوث نحن مشكلة نهر الليطاني تفاقمت منذ 2014 بسبب مشكلة الشح، حيث انخفض معدل المتساقطات إلى أرقام قياسية، وتفاقمت مشكلة التلوث مع مشكلة الشح. ما في شيء اسمه تنظيف نهر الليطاني، الأنهار تقوم بتنظيف نفسها بنفسها من خلال المتساقطات، بس بذات الوقت ما في شيء. حتى بالمجرى ما بيكون في شيء عالق، نعم، او هيك. هذه الترسبات اللي بتعلق هي نتيجة الطبيعة يتم تبديلها وتغييرها، ما في حدا بينظف مجرى نهر. هذه مجاري الأنهار تقوم بتنظيف نفسها بنفسها مع المتساقطات، بس ولكن يجب أن تترافق المتساقطات بإيقاف مصادر التلوث، هذا بنسميه رفع التلوث. فبالتالي المطلوب رفع التلوث وإيقاف مصادر التلوث، للبحث بعد ذلك بالحلول للبحيرة، لبحيرة القرعون، لعودة الحياة البيولوجية إلى اللي بلشت اليوم تتحسن مع زيادة كميات المياه وليس مع انخفاض كميات التعديات ومصادر التلوث. هذا مش نحن اليوم أمام فرصة، في عنا حوالي أكثر من 300 مليون متر مكعب مياه وافدة إلى البحيرة، هودي حقهم مليارات الليرات، إنتاج طاقة ومياه ري وغيرها. اليوم لازم نحافظ كنا عليهم بمصاحبة ذلك بتطبيق القوانين، لسيما القانون 63، ننفذ محطات التكرير بسرعة لنقدر نوصل إلى مياه نظيفة أو متساقطات نظيفة تقوم بتحريك هذه الدورة المائية بمشروع الليطاني كله سوا، من المنبع إلى البحيرة ثم إلى المصب. هذه هي الفكرة. نعم. بذات الوقت نحن اليوم ما يواجه حقيقة هي الطلب بتطبيق القانون 63. في عنا القانون رقم 63 صادر عن مجلس النواب، هو قانون 1100 مليار بيقولوله. هيدا موزع اعتماداته على عدة جهات، وزارة الطاقة 1068 مليار، وزارة البيئة 25 مليار، وزارة الصناعة حوالي 3 مليار، وزارة الزراعة حوالي 3 مليار، مصلحة الليطاني حوالي 3 مليار على 7 سنوات. بموازنات 2017 و18 أقرت هذه الاعتمادات. كان يجب على من أقر له هذه الاعتمادات أن يقوم بتنفيذ المشاريع المرصودة ضمن اللائحة المرفقة، وهي معظمها كلها مشاريع صرف صحي ومشاريع محطات تكرير. من يتولى محطات التكرير تنفيذها هو مجلس المياه والإعمار. حاليا في عنا 3 محطات عالقين. المحطة الأولى هي محطة المرج، نعم. المحطة الثانية هي محطة تمنين، المحطة الثالثة هي محطة كفر زبد. مع وصول معالي الوزيرة البستاني إلى الوزارة طلبت شو فيها مشاكل عالقة بمشكلة نهر الليطاني، خبرني أنه 3 مشاكل تابعتهم فورا. بمحطة تمنين المشكلة ما في إنسان ممكن يتوقعها أو عقل ممكن يتقبلها، أنه تم استملاك الأرض، رئيس البلدية هناك سمح ببناء مجمع سكني مكان محطة التكرير، فرجعوا عم بيعدوا بالأرض اللي كان عارف أنه مستملكة، نعم. فبالتالي اليوم تم إعادة تحوير مشروع الاستملاك من أجل إعادة تصميم المحطة على ضوء ما تبقى من أرض. بمشكلة المرج
كمان الأموال متوفرة. يوم اللي بيزعجك إنه الأموال متوفرة بس ولكن هناك عقبات إدارية أو عقبات اجتماعية أو عقبات جرمية مرات. يعني مثلا إحدى المحطة، إحدى الشركات التي رست عليها محطة المرج، منافس لها تقدم بكتاب بأنها سبق وتعاملت مع العدو الإسرائيلي بأشغال اقتصادية، فضمن نظام مجلس مياه والأعمار بيرسوا الصفقة على التالي. طب هذه قرض من الحكومة الإيطالية بانتظار أن توافق الحكومة الإيطالية، هيك عم بيضيع الوقت، عم بيضيع الوقت وعم نغرق بالصرف الصحي. محطة كفر زبد استمر السجال فترة ما بين الوزارة وما بين مجلس مياه والأعمار، من سيمولها؟ لمعالي الوزيرة حسمت الأمر أنه يتم تمويلها من بعض القروض الموجودة عند مجلس مياه والأعمار، يجب المباشرة فورا بوضع الدراسات المطلوبة. فبالتالي يعني نحن اليوم في عنا 60% مشكلة الصرف الصحي بتتلخص بهول المحطات الثلاثة. إذا ما وصلنا لهول المحطات الثلاثة ونفذوا كما يجب وبأسرع وقت وبمواصفات جيدة، مش آخر شيء نعمل محطات وآخر شيء تطلع ما بتعالج، تخرب بعد جمعة. وبذات الوقت إذا عملنا محطات واستمر الصرف الصناعي بشبكات الصرف الصحي والمسالخ الدماء عم بيحولوها على شبكات الصرف الصحي، ستتعطل المحطات، لأن محطات مؤهلة لمعالجة صرف صحي منا مؤهلة لمعالجة صرف صناعي ودماء. فبالتالي نحن اليوم أمام منظومة متكاملة، كما يوجد لدينا مختلف أنواع الثقافات، كما يوجد لدينا مختلف أنواع المؤسسات، لازم يكون في عنا سقافة اسمها كيفية تشغيل محطات الصرف الصحي، وسقافة اسمها كيفية معالجة مشكلة الصرف الصحي، ومؤسسة فعليا تكون قادرة أن تدير ما يسمى بمحطات التكرير أو وحدات معالجة الصرف الصحي. هيدي المشكلة تطرق مؤسسة، يعني قصدك مؤسسة منا موجودة حالياً؟ نعم، لازم الخلق فعلياً هي مؤسسات المياه الموجودة. أوكي. اسمها مؤسسات المياه والصرف الصحي. نعم. بس ولكن هذه المؤسسات اليوم هيكليتها الإدارية لا يوجد فيها شخص مختص بالصرف الصحي، مش هي المؤسسة بتتحمل مسؤوليتها، أنظمتها هيك. فمفروض أيضاً تغيير الهيكلية الإدارية، السماح لها بالاستثمار بعناصر بشرية تقدر تشغل محطات تكرير، لأن كلفتها أكيد أكيد أقل من أنك تجيب شركة خاصة تقوم بتشغيل محطة التكرير مثل ما عم بيصير هلأ بملايين الدولارات عم بتشغل محطة التكرير لم تبدأ بالعمل. فبالتالي نحن اليوم أمام واقع جديد، هي مشكلة الصرف الصحي، هذه ما أجت بالصدفة، هذه نتيجة مسلسل من الإهمال ومسلسل من انعدام الرؤية ومسلسل من قصر النظر. طيب اليوم هلا يعني حكينا بكذا موضوع، بعد ما طرقنا لموضوع النزوح هودي عم نحكي عن الوضع بغض النظر. نعم. عن النزوح ما هيك؟ نعم. اوكي، اليوم يعني غيركم انتم كاداره رسميه اليوم. نعم. من هي، مين هي المرجعيه، ما بعرف، السياسيه الاداريه المشتركه اللي بتجمع كل المعنيين تيحكوا بهذه المشاكل؟ لانه كل نقطه حكيتنا عنها. نعم. بدها قرار من اكثر من جهه. بالضبط، هيدا هو ما يسمى بالحوكمه التي تطرق لها القانون 63 ليسمح بمختلف الشركاء في حوض نهر الليطاني، اللي هن وزاره الطاقة، مصلحة الليطاني، مؤسسة مياه البقاع، وبعض الأحيان مؤسسة مياه الجنوب، والبلديات، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، لا يقدروا يشكلوا ما يسمى هذه الهيئة اللي قادرة أن، أو الجهة التي تنسق فيما بينهم، لأنه 63 قال أنه هي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. أوكي. بلشنا بالسعي مع من سميهم نحن المنظفين اللي عم بيحاولوا يساعدوا أو الشركاء في معالجة المشكلة من سنة لهلأ، ولكن التنسيق وحده لا يكفي، وإنما يجب أنه كل واحد فينا بالشق المتعلق فيه أنه يقوم بواجباته، فأنا ما ياخد قرار وينفذه. فبالتالي أنا ما فيي كنت بمحل من المحلات أني عالج مشكلة تلوث نهر الليطاني وعم عاني أنا ومؤسسة مياه البقاع من فوضى الأبار، أنه مين ما كان عم يحفر بير، لأنه هيدي عم بتفاقم مشكلة الشح. ما فينا كمان بذات الوقت أنه نحن نعالج، نحن كمصلحة ليطاني، مشكلة تلوث نهر الليطاني ويستمر رمي النفايات من قبل البلديات بمجرى نهر الليطاني. ما فينا كمان بذات الوقت أنه يفيد نهر الليطاني على البلديات والبلدات بسبب رمي النفايات بمجرى النهر بسبب الشتاء، واخر شيء بدنا تسعى الدولة الى تأمين تعويضات لهذه البلديات لانه النهر فاض عليهم، لانه هني كبوا زبالة فيه. هذه الاموال مخصصة لإقامة مشاريع وليس للتعويض
عن مشاكل مفتعلة. اليوم الفكرة اليوم في هناك مسلسل من تطبيق القانون. بس هي يعني استاذ سامي هاي المواضيع اللي عم تحكي فيها مثل ثلاث ارباع المواضيع على الساحه اللبنانيه، يمكن لو باي بلد تاني هيدي بتطير حكومات وبتعمل انقلابات يعني. يعني مش معقول انه النهر صار مزبله، والنهر هيدا هو اطول نهر بلبنان، وهو نهر يعني في اطماع طويله عريضه عليه ومهمل بهالطريقه من عقود. الفكره يعني الفكره الاساسيه بالنسبه لنا نحن، ما نهر الليطاني اليوم في عليه 4 معامل لتوليد الطاقه الكهرومائيه، بينجو حوالي 10% التي يحتاجها لبنان. كل ما يصير في مشكلة شح ومشكلة تلوث، هذا عم بتأثر، عم بتحقق خسائر بالملايين. يعني نحن اليوم شهريا عم ننتج بحوالي 3 مليار ليرة لبناني كهرباء، عم نبيعهم لكهرباء لبنان لو ما بيدفعوا بسبب المشاكل المالية اللي عندهم ب60 ليرة الكيلووات، بينما بمصادر تانية بتوصل معهم ل10 سنت الكيلووات الواحد. فبالتالي هذه خسارة للدولة اللبنانية. كمان في مشروع 800 نقل المياه إلى الجنوب، كمان في 50 مليون متر مكعب حصة لبيروت من مياه نهر الليطاني. لو أنه مياه نهر الليطاني اليوم نظيفة لتكاملت مع كل مشاريع جر المياه إلى بيروت ونحلت مشكلة المياه ببيروت. فنحن اليوم أمام مشكلة ما عم تستهدف منطقة، وإنما عم تستهدف كل الثروة المائية بلبنان وكل المنظومة تبعنا. عشان هيك نحن مدعوين مع هيدي الحكومة الجديدة إنه نطبق ما يسمى بقانون المياه. نحن عنا أحسن شيء إجا من سادر لو ما إجوا المصريات، هي هالقانون المياه اللي حصلنا عليه. هذا القانون هو الذي وضع حد لحالات التفلت في قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي. بذات الوقت على مجلس الوزراء نتمنى عليه أنه كما حدث بال2003 ووضعت خطة لإزالة كل التعديات عن نهر الليطاني من المنبع إلى المصب مع نهر أبو علي أو النهر الكبير أو مختلف الأنهار بلبنان، تنزال هالتعديات عن الأملاك النهرية لنقدر نحافظ عليهم لأجيال مقبلة. لأنه ما بيصير بعد حالة التسيب اللي عايشين نحن بقطاع المياه وبقطاع الثروة المائية. يعني اليوم كمان الناس يعني عم بيسألوا انه منحور ومندور حول موضوع التدخلات السياسية. نعم. يعني اوكي اليوم من سنة لهلا ما لمستوا اي اي موضوع بالشكل اللي شرحت لي اياه، بس قبل يعني على مدى عقود، مش عم نحكي عن طرف محدد. نعم. يعني كل الاطراف كانت تغطي رؤس البلديات وكانت تغطي المعامل لهيدا، ما زال محطة التكرير عم تقلي انه عمر مجمع سكني بارض مستملكة. نعم. طب هيدا شو اللي بيمنع، يعني شو الدافع اللي رح يمنع تكرار هذه الامور بالمستقبل؟ اليوم مشان هيك نحن لجأنا الى القضاء. مشان هيك نحن كل ما نتعرض لحالة من حالات خرق القانون عم نلجأ فورا الى القضاء. القضاء بمختلف أنواعه، بنيابة عامة مالية ونيابة عامة تمييزية ونيابة عامة مالية. وبذات الوقت عم نلجأ إلى الجهات الرقابية، وعم نلجأ إلى سلطات الوصاية على تلك البلديات، وعم نلجأ إلى وزارة الطاقة. مشان هيك نحن عم نحاول نوثق كل مخالفة وكل تعدي بتوجيه كتاب إلى الجهة المعنية ومتابعته، مش أنه والله منوجه كتاب لا ومنتابع ومنقول شو صار وكذا. أوكي. فبالتالي نحن اليوم هذا هو الطريق الوحيد لبناء مؤسسات، هو أنه نمشي بهذا السيكل الإداري الصحيح باللجوء إلى القضاء وباللجوء إلى كل الجهات. نحن اليوم إذا استمر العمل بهذه الوتيرة وكان في عنا المساندة، ونحن فعلا في مساندة من الأجهزة الأمنية. نحن اليوم بجنوب من منطقة الزهراني وصولا إلى المنصورة صرنا حوالي 50,000 متر مربع محررين من استملاك مشروع الري، لهني كانوا يصبوا مجارير مباشرة بقناة الري وبمشروع الري. بالبقاع صرنا محررين حوالي 100,000 متر مربع من استملاكنا ومن مناطق، ومن ضمنها بجنوب حوالي 5 مخيمات للنازحين أو تجمعات للنازحين، والباقيين كله للبنانيين. فبالتالي نحن اليوم أمام ماشيين، أنا برأيي نحن نفعل الشيء الصحيح بنظر القانون، وعم نسير بالاتجاه الصحيح كمان بنظر سياسة الحكومة العامة. المطلوب أن نحن نستمر بهذا الشيء، ولكن بس بزخم أكثر، لأنه الوقت ما عاد فيه. نحن اليوم أمام واقع أنه مشكلة المشاكل البيئية ما عاد الترف أنه أحدهم يرغب بالظهور أو أحدهم يرغب بمتابعة ملف فيختار ملف البيئة وبيتذكر أنه لبنان الأخضر بيحكي فيه. نحن اليوم يتصور هيك الشغل بالبيئة. نعم. لبنان هيك. نحن اليوم الواقع البيئي أمام تحدي للبنان لمستقبله. ما في بيت إلا ما في مرض السرطان اليوم، ما في بيت إلا ما في حالة من حالات الأمراض السارية، وما في بعد قادر أنت اليوم تتنفس، وفي عندك مشكلة النفايات. فبالتالي نحن اليوم أنا بحذرنا للرؤساء البلديات هيك عم نكون موجودين، أنه نحن توجهنا بكتب إلى كل المحافظين،
قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بيحمل رئيس البلدية ونائب الرئيس والأعضاء مسؤولية جزائية وقانونية مباشرة بالشخص عن رمي النفايات في الأوساط المائية ومن ضمن نهر الليطاني. كل من واجه ابتداء من صدور هذا القانون بعملية إنشاء تجمعات للنفايات على مجرى النهر سنقاضي رئيس البلدية بالشخص ولن نقاضي البلدية بعد اليوم، وإنما سنقاضي رؤساء البلديات من الجنوب للبقاء، لأنه إحنا اليوم الوضع ما عاد يحمل، الوضع ما عاد يحمل. وسنطلب تفسير موسع لهذا القانون من القضاء ليشمل أيضا الحالات التي تطال مشاريع الري أيضا وليس فقط مجرد نهر الليطاني. نعم، القسم الثاني من الحلقة رح نخصصه بأكتريته لموضوع النزوح السوري. نعم. خلينا ناخد فاصل أحسن ما نحكي قبل وبعد. نعم. نحكيهم بجزء. شكرا. واحد متكامل. مشاهدينا فاصل ونرجع لحوار اليوم. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقة عن موضوع نهر الليطاني والتلوث وتأثير النزوح السوري في هذا التلوث. وضيفنا بهذه الحلقة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية. أهلا وسهلا فيكم من جديد. شكرا. قلنا القسم الثاني رح نحكي فيه عن تأثير النزوح على التلوث اللي عم بصيب نهر الليطاني. نعم. خلينا نحكي يعني علميا بالأرقام، شو اللي توفر عندكم من معطيات قبل ما تبلشوا تحركاتكم؟ نعم. الحقيقة نحن اليوم لما نقارب مشكلة تلوث نهر الليطاني ونحن عم نقارب ملف النفايات الصلبة ونحن عم نقارب ملف الصرف الصحي، لابد أن نقارب مشكلة النزوح، لأنه ما ينتج عن هذه المخيمات هي ثلاث أنواع من المشاكل. مشكلة أولى تتعلق بالأملاك النهرية، أنه أن توجد مخيمات على أراضي هي أملاك نهرية هي مفيض لنهر الليطاني. المشكلة الثانية هي أن ما هو المقصود بأملاك نهرية شو للمشاهدين؟ يعني هي أملاك نهرية هي أملاك عمومية مملوكة. نعم. للدولة اللبنانية، عادة تكون على ضفتي النهر، لأنه بس يرتفع منسوب النهر مفيد النهر إلى الجانبين، فبالتالي تكون هناك الأملاك بشكل أوسع. أوكي. والمشكلة الثانية ما يخرج من هذه المخيمات من نفايات سائلة يعني صرف صحي ومن نفايات صلبة. ولم نكن نحن اللي اخترعنا أنه في مشكلة من النزوح السوري على نهر الليطاني، وإنما دي موجودة بخارطة الطريق الحكومية منذ العام 2012 ومنذ العام 2014. وكانت توصية اللجنة قبل ما أوصل أنا وكون تولى الأمانة العامة تاع لجنة القرار 32 هي مجرد إبعاد هؤلاء النازحين عن ضفاف نهر الليطاني، وهذا جيد، هذا ضمن اختصاصنا وهذا ضمن صلاحياتنا. ولما نقارب مشكلة النزوح، نحن كمؤسسة عامة معنية بنهر الليطاني لا يعنينا النزوح بشقه السياسي، وإن كان بشقه كمواطن لبناني حق الواحد يعبر بالشكل اللي بيشوفه مناسب، بس ولكن كمشكلة متعلقة بنهر الليطاني ما يعنينا أن هذا المخيم أو هذا التجمع سواء كان لنازح أو كان للبناني أو كان لأي شخص حتى لو شخص عديم الجنسية لا يجوز أن يكون على مجرى نهر. واثنين، هذا الصرف الصحي سواء كان للبناني أو لنازح لا يكون أن تصريفه مجرى نهر، وهذه النفايات الصلبة بذات الوقت لا يكون مكان مجاري الأنهار. هذه هي المقاربة الوحيدة. فبالتالي نحن اليوم أمام عدد هائل من النازحين السوريين وضعوا على مصادر المياه على ضفاف نهر الليطاني، هو شريان حيوي بلبنان، بحيث أن الحد الأدنى لهؤلاء النازحين هو أكثر من 68 ألف مباشرة على مجرى النهر، والحد الأدنى للصرف الصحي الناتج عنهم حوالي مليونين متر مكعب من الصرف الصحي. هيدا بيكون رقم منه، هيدا إضافة على التلوث أساساً موجود أساسي. فبالتالي هيدا رقم منه صغير، هيدا وتخيل في عندك 11 ألف خيمة ضمن الأملاك النهرية، كمان هيدا رقم منه صغير، هيدا رقم كتير كبير، هيدي مشكلة كبيرة. وتخيل عندك مئات أطنان من الصرف الصحي من النفايات الصلبة والبلاستيك والكياس والما بعرف شو ترمى مباشرة مثل ما شفت أنت هلا بالفيديو بمجاري الأنهار. طيب إيه وبعدين؟ هود الخيام عم نشوفهم. نعم، المشكلة اليوم انه هذا مشهد بسيط للمشهد الكبير. يعني اذا بتشوف المشهد الكبير هو مشهد تلك الحمامات التي تقدمها جمعيات النازحين الى هؤلاء النازحين وتوضع مباشرة على مجرى النهر، ويتم تحويلها باسطل بكل بساطة الى مجرى النهر. والمشهد الاحلى
أن يتم إنشاء ما يسمى بالحفر الصحي لهؤلاء النازحين، وأن تتعاقد تلك الجمعيات أو المفوضية مع متعهدين يقوموا بسحب المياه الصرف الصحي من الجوار ورمية مباشرة بالنهر، هونيك الكارثة. فبالتالي نحن اليوم نتصور بالصور مرق من شوية، نعم، مثلا عن هذا الموضوع بالضبط، القصة اللي على النهر بالضبط، نعم. بس نحن اليوم أمام مشهد أوسع، يعني اليوم الغزي اللي مش موجود، الغزي الموجود هذا رافد من روافد النهر الليطاني كارثة. فبالتالي نحن كنا نتابع، وجهنا كتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين منذ سنة، ذهبوا الكتب ولم يعودوا بعد. فبالتالي نحن اللي عم نقوله، وأيضا وزارة الطاقة سواء أيام الوزير سيزار أبي خليل وأيام معالي الوزير البستاني وجهوا كتب. اليوم نحن موعودين أن يتم المباشرة بنقل هؤلاء النازحين على الأقل يبعدوهم 200-300 متر عن نهر الليطاني ابتداء من بر الياس وأب الياس، موعودين بهذا الشكل. يجب الإفاء بهذا الوعد، بس الإفاء مين؟ يعني موعد ممكن موعد. يجوك المؤسسات الدولية وإلى آخره يقولوا لك إنه هلا جايين عم تعملوا قصة من موضوع، نعم، النزوح، وهذا أنتم لوسين النهر عم، نعم، تحطوه هلا بظهر الناس. لا هذا قيل، بعدين شو البديل؟ قيل لنا وين بنحطه؟ قيل لنا مباشرة إنه إيه ما موجودة مشكلة الصرف الصحي وقفت على النازحين. نحن اللي عم نقوله بس في شيء من الصحة، نحن لا في شيء من الصحة، بس نحن اليوم أمام واقع مشكلة الصرف الصحي لتلك البلدات مسؤولة عنها بلدية، قمنا بمحاسبة البلدية. مشكلة الصرف الصحي لتلك التجمعات مسؤولة عنها بعض الجمعيات التي تقوم بتوزيع تلك الحمامات وبعض المفوضيات، لا سيما مفوضية اللاجئين التي تقوم بإنشاء أو بالموافقة على إنشاء تلك التجمعات بشكل بضر النازحين على ضفاف نهر الليطاني. هذه هي الفكرة. كما نقارب مشكلة التعدي من اللبناني، نحن ما فينا كمان يكون عنصريين تجاه اللبنانيين. أنه أنا تخيل مثلا أنه بجنوب عم بيع على حرم قناة الأسمية عم زيل التعديات من اللبنانيين، ومجرد لأن شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية وأنا بدي تسامح معه أفي عنه يستمر التلوث وروح كمل على لبناني تاني. فبالتالي صارت عنصرية عكسية بحق اللبنانيين هيدي. فبالتالي نحن مستمرين بهذا الملف بصراحة. كل المخيمات التي وهي واقعة على استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نحن باشرنا بإزالتها، صرنا زيلين حوالي 5 أو 6 تجمعات بمنطقة الجنوب. بس وين عم بيروحوا الناس؟ اليوم اللي عم بيروحوا، اليوم تبين أن هؤلاء ما عم يستأجروا بيوت مثلهم مثل أي لبنانيين تانيين. وكثيرا ما تم بعض الجمعيات اجتمعت فيهم وحرضتهم أنه ما تتجاوبوا خليكم وحطوا الأولاد، ولكن توفقنا أنه بمجموعة من النازحين في مسؤولين عن المخيمات عم بيكونوا عم بيتمتعوا بوعي، عم بيقولوا أساسا نحن منا مرتاحين، أساسا نحن أولادنا عم بيضلوا مرضى، أساسا نحن عايشين بالمجرور، أساسا نحن لازم نطلع من هذا الواقع. صحتهم لازم يكونوا هميك قبل نعم، الموضوع النهر. فبالتالي نحن اليوم أمام واقع أنه حتى النازحين عم بيعانوا، وحتى النازحين عم يتجاوبوا مع مساعي إلى نقلهم. نحن اللي عم نقوله تمهيدا وإلى حين العودة السريعة إن شاء الله والآمنة أيضا إلى بلادهم، لا يجوز أن يبقوا على ضفاف النهر. هذا اللي عم نقوله بس بكل بساطة، لأن البقاء على ضفاف النهر خطر عليهم، بعدين هذا خطر جدي. بالأمس 3-4 أولاد من أبناء هؤلاء النازحين جرفتهم قناة الري وجرفوا النهر الليطاني. فبالتالي نحن أمام حالات وفيات، أمام حالات من الأمراض السرطانية حتى بين النازحين، ما في حدا يشعر معهم لهودي. هذا هو نحن الجهات المسؤولة عن النازحين لا يمكن أن تمارس الترف. يعني نحن خلال جولتنا اليومية احتفالات بعيد الأم بتلك المخيمات على قناة الأسمية لهؤلاء النازحين، ليش في أم بيتقبل أولادها يعيشوا أولادها بمستنقع من الصرف الصحي؟ أي عيد أم عم بيحيون إياه وعملي، يعني اليوم كأنه نحن بنعمل تمثيليات. يا جماعة هؤلاء النازحين بحاجة إلى رعاية من دولتنا ومن دولتهم، بحاجة إلى رعاية من كل المؤسسات. مكانهم الطبيعي ليس هذا الشكل، هذا اللي عم نقوله نحن اليوم، ودورنا الطبيعي أن نطالب بإبعادهم عن استملاكنا. هذا هو عم نعمل نحن واجباتنا، هذا هو الواجب اللي عم نعمله، وهني عم يتجاوبوا. فالمطلوب أنه الجهات اللي عم بيتابعوا الملف أنه يتمتعوا بوعي على الأقل بالقدر اللي عم يتمتعوا فيه هؤلاء النازحين، ويتجاوبوا يأمنوا أماكن لهؤلاء النازحين بعيدا عن مشاريع الري وبعيدا عن مجاري الأنهار، حفاظا عليهم حفاظا على سلامتهم. هذا الجانب، نعم.
قبل ما اتابع انا وياك موضوع النزوح، رح اطلب من الشباب يحطوا لنا الفيديو تبع كنا عم نحكي بالشق الاول عن دماء، هلا نعم نبينه بالصوره نعم هذا بوضوح. اليوم هذا الواقع بمناطق بدنايل وغير بدنايل، بتشوف المسالخ التي تقوم بتحويل دماء إلى نهر الليطاني. هذا الموضوع اللي عم تشرح لنا انه محطات التكرير لا ما بالضبط، بتكرر هيك امور يعني. نتيجة متابعتنا لتلك المسالخ اليوم صاروا مشان ما نحن نشوفهم يوصلوا هذه الدماء إلى شبكات الصرف الصحي، ما عاد يبينوا، بصيروا ما عودوا بفوتوا بينهم بعطلوا مع محطة بعض. التكرير. فاليوم الفكرة الأساسية أنه مدعوين نحن اليوم، على فكرة عم بيصير شغل جيد مع وزارة الصناعة، عم نقوم بمسح كل المؤسسات الصناعية المرخصة والغير المرخصة، تمهيدا ليقوم بوضع منهجية وزير الصناعة تبدأ بمهل تتعلق بثلاث أربعة أشهر حد أقصى، وثم اتخاذ الإجراءات. إلا أنه موضوع المسالخ هو اليوم أمام القضاء، نحن عملنا مسح للمسالخ ولا في مسلخ مرخص بكل البقاع. تقدمنا بشكوى وتم استدعاء أمام النيابة العامة المالية، وعم بيتابع هذا الموضوع تمهيدا إلى ختمه بالشمع الأحمر. وأخطر من المسالخ هناك مشكلة المزارع، هودي اللي بيكبوا الأبقار النافقة والحيوانات النافقة بمجاري هو الأنهار. للأسف إنه صورة بحيرة القرعون صارت بالضبط مرتبطة بالفترة الأخيرة بصورة إنه في بقرة نافقة مرة اتصورت ويمكن أكثر بالضبط من مرة. بالضبط. فنحن اليوم أمام هذا الواقع، وهيدا بتتحمل مسؤوليته البلديات. البلديات لا فيها، ما عاد فيها تمارس دور النفاق على أهالي البلدة، هي عم بتضر أهالي البلدة. اليوم أنا ما في يكون مجلس بلدي متآمر على أبناء بلدتي، أنا كمجلس بلدي واجباتي أني أخدم أبناء بلدتي من خلال تطبيق القوانين بنطاق البلدي، تنظيف نطاق البلدي، والحفاظ على النظام العام والصحة العامة بنطاق البلدي، مش أني أفتح دكاني للمجرير ودكاني للبقر ودكاني لكل أنواع التلوث والنفايات. هذه هي الفكرة. اليوم لازم البلديات تتشارك مع المواطنين، ما تتشارك مع المخالفين وتتشارك مع المتعهدين. نعم، لنرجع لموضوع النزوح. نعم إذا ممكن نتوسع أكثر بموضوع العلاقة مع الجهات الدولية للعلاقة، نعم يعني مفوضية اللاجئين، لأنه يعني بمواضيع أخرى غير نعم موضوع التلوث في يعني أكثر من وجهة نظر وفي خلافات، وفي نعم يعني حسب ما عم نفهم من حديثك أنه حتى بموضوع تلوث نهر الليطاني تحديدا كمان في تباعد بوجهات النظر، هن عندهم رأي وأنتم عندكم رأي. هلا فيما يتعلق ما بعرف إذا عم زيد أنا، بس إنه لا، هذا الانطباع اللي تكون عندي. الفكرة الأساسية إنه نحن اليوم مشكلتنا فيما يتعلق بملف النزوح هي بمقاربة بيئية إنسانية. المقاربة البيئية إنه لا يجوز أن يلوثوا النهر، المقاربة الإنسانية كمان تشمل الشق البيئي، والمقاربة القانونية إنه هذه أملاك عامة. الفكرة الثانية انه ما بتصور اليوم انه في فريق او في جهة بتقبل او بدها ان تمكنهم بالبقاء بس، ولكن الصورة العامة اذا بتخلينا نطلع على خريطة كيفية توزيع النازحين، شفنا انه معظم هؤلاء النازحين قد وزعوا على مصادر المياه اللي هي ضفاف الانهار واماكن الينابيع، وجزء الاخر من النازحين قد وزع بالمناطق التي تعاني من شح المياه. فمصادر المياه لوثت، وحيث الشح أثير النزاع بين اللبنانيين وبين النازحين حول كميات المياه الضئيلة، مما فاقم مشكلة المياه بلبنان. مشان هيك إذا بتستطرد وبتطلع على كل الاتفاقيات والهبات وهي كثيرة ما بين الدولة اللبنانية والجهات المانحة، بتبلش بديباجة صارت لازمة، وحتى لا ينشأ نزاع ما بين السكان المحليين وبين النازحين على مصادر المياه. فبالتالي وكأنه في وعي أن هذا النزوح سبب مشكلة كبيرة بمشاكل المياه، سواء بعدالة التوزيع أو بنوعية المياه. نحن الشق اللي بيتعلق فينا هو شق نوعية المياه. فبالتالي هذه الجهات نحن توجهنا لها، ما في حدا بيخفي، نحن حطيناها على الإعلام، وجهنا كتاب إلى مفوضية اللاجئين التي تجاوبت خطيا وقالت أنه أنا خلال 2012 بكون أزالت كل التلوث عن نهر الليطاني، وثم أنكرت وجود مشكلة. قال لا، بس 5% من المخيمات تصب صرفها في نهر الليطان، لا اللبنانية عم بكب، لا كذا. فنحن مشان ما نضيع لهم وقتهم، ونحن نتابعوا شغلكم، نحن نتابع شغلنا، نحن هلا عم نتابع شغلنا قضائيا وإداريا من أجل إبعاد هذه المشكلة، سواء بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يتعلق بالشق ضمن الأملاك النهرية، أو بالتنسيق مع القضاء فيما يتعلق بالشق فيما يتعلق باستملاك المصلحة. عم نعمل، صرنا
متقدمين جدا في ما يتعلق باستملاكنا، سنتابع مع وزارة الطاقة الشق المتعلق بالأملاك النهرية، لأنه هذا الواقع، هذا هو ما حدث. ثم توجهنا قبل كمان إلى القضاء فيما يتعلق بالجمعيات التي ترعى مشكلة النزوح السوري، وتقدمنا لأنه في عنا 18 جمعية عم يشتغلوا بالبقاء، كل وحدة إلى أنشطتها وكل وحدة إلى نشاطها الجغرافي. تقدمنا بإخبار حتى لا نستنسب بكل الجمعيات، قلنا للقضاء. هودي شو جمعيات لبنانية؟ جمعيات لبنانية نعم، قلنا له للقضاء، قلنا له نحن في عنا ثلاث مشاكل، تعدي على الملك النهري، ثم في عنا تلويث مياه نهر الليطاني وتلويث مياه بحيرة القرعون وتحويل مياه الصرف الصحي إلى هذه المصادر. نرجو تحقيق مع هذه الجمعيات لمعرفة مين اللي عم بينفذ هاي المشاريع المضرة بالملك العام والصحة العامة، وعم يهدر هالأموال العامة اللي عم تجي على اسم الدولة اللبنانية لا ينفذ هاي المشاريع. صارت السائرة أنه نحن ضد المجتمع المدني، لا نحن مش ضد المجتمع المدني، بس أنا ما في يستنسب بيقولوا نقى هاي الجمعية وغير هاي الجمعية، القضاء سيحدد. نحن لحد الآن صرنا محددين جمعيتين اللي عم بينفذوا تلك الحمامات المتنقلة مع جوارها الصحية بعشرات الألاف على مجرى نهر الليطاني، عشرات الألاف عددهم، فنحن رح نتقدم فيهم بوعدهم إن شاء الله بس تخلص عطلة الأعياد إن شاء الله الثلاثة بيتبلغوا بيسمعوا أنه تمت هذه تقديم هذه الشكوى، لأنه ما بيصير أنه جمعية تسمح لحالة أنه تعمل حمام وتربطه على الصرف الصحي وعلى النهر مباشرة مما كانت تكون أيا كانت أهدافها وأيا كانت أغراضها. اللي بده يشتغل بده يشتغل ضمن المعايير البيئية. نحن مؤسسة رسمية، إذا ما نعمل حفرة صحية بدنا أثر بيئي من وزارة البيئة. كيف إني بيسمحوا لحالهم جمعيات بحجة الاعتبارات الإنسانية وبحجة الاعتبارات الأخلاقية وبحجة اعتبارات الضيافة يحولوا لنا كل مياه الصرف الصحي إلى نهر الليطاني؟ مش مسموح. يعني كمان هذا موضوع جديد هلا زدت لنا اياه على الكوارث اللي عم نحكي فيها، يعني موضوع الجمعيات انه هن تحت حجه انه عم نساعد وعم يعني بيفتحوا على حسابهم وبياخذوا اذن من حدا. بالضبط، انه بيعملوا لهم حمام مباشره، فبالتالي نحن اليوم صارت تجاره هذه الحمامات. اليوم نحن عم نشوف مشاهد مضحكه، بعض المشاهد بنشوفها انه في اراضي للدوله شخص سمسار مأجرها لجمعيه لمخيم، في منلاقي كمان اراضي مشاع او ملك عام او اي شيء عليها خيام، في ناس لبنانيين عم بيأجروا الخيمه ب $100 بالشهر. فنحن اليوم امام واقع، صار في عنا اليوم مشكله، تفاقمت هذه المشكله بشكل انه تكاد تغرق نهر الليطاني بكل انواع التلوث بكل انواع النفايات الصلبه. هذا اللي عم نقوله. بذات الوقت نرجع منأكد أنه نحن ليست مشكلتنا مع هذا النازح، مشكلتنا مع من وضع هذا النازح بهذه الظروف. نحن اليوم كنا بيوم الأيام تهجرنا نحن بلبنان، ما في دولة من دول العالم استقبلتنا حطتنا بهيك ظروف، يا إما بيسهلوا لنا العودة إلى بلادنا وإما بيحطونا بمكان لائق. لا يجوز بهذا الشكل اللي عم نتعاطى فيه مع نهر الليطاني فيما يتعلق بهذه المشكلة. بس نعم، اليوم يعني قديش عم تستفيدوا بشغلكم من الجو السياسي العام، جو التوافق العام المخلوق، تنحكي يعني بالعقد الحالي ومعه كمان الجو التوافق العام انه هلا بدنا نكافح الفساد وبدنا جاي مؤتمر سادر وبدنا نعمل يعني بدنا نعمل خطوات نوعيه. اليوم نحن ما في مشكله انه نحن اليوم اذا ما عم تستفيدوا قل لي كمان مش مشكله. لا نحن اليوم مش لانه على الاو تي في لازم تقول عم تستفيد كمدراء عامين تعيننا ضمن نحن اليوم تعيننا مع هذا العهد تغير، فتم سلسله من التعيينات الاداريه من ضمن مدراء المؤسسات المياه ومن ضمن نحن. الفكره الاساسيه انه مشكله نهر الليطاني الحمد لله أنه هي لم تكن مكان للنزاع أو للسجال ما بين أكثر من جهة، وكانت محل إجماع. ما تحسن أيضا ضمن هذا الجو العام الذي خلق سلطة القانون وتطبيق القوانين وغيرها وغيرها وغيرها، قد تنعكس، انعكست علينا إيجابا، انعكست علينا جديا. نحن اليوم اللي تلقيناه مباشرة هو مختلف من رسائل الدعم، سواء من فخامة الرئيس أو من دولة رئيس مجلس النواب أو دولة رئيس مجلس الوزراء. اليوم فيما يتعلق بمشكلة تلوث نهر الليطاني، أنا اليوم لما صارت هذه المشكلة
سابقا فيما يتعلق بتضامن بعض الناس مع 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 احد المؤسسات الصناعيه وغيرها، البلبله اللي صارت. انا زيك، انا وزير العدل تلفن لي معالي الوزير جريصاتي وبلغني انه فخامه الرئيس يطلب استمرار هذه المؤازره للبيئه والمؤازره ما بين القضاء والاداره بهذا الشكل. فبالتالي نحن اليوم لا مستفيدين من هذا الجو العام. ما نأمله أن هذا الجو العام يفيد القطاعات التي تؤثر علينا، مثل قطاع النازحين، مثل قطاع البلديات، مثل قطاع المرامل، مثل ما صار أعطيتك مثل علني، مثل قطاع التراخيص للأملاك، مثل الريحان والعيشية بالضبط. نعم. فبالتالي نحن اليوم أمام هذا الواقع لازم نستفيد كلنا ضمن هذه السلة. فبالتالي أنا مثل ما قلت لك جيد، الوضع جيد عندما نتخذ إجراءات لا أحد يتدخل مع القضاء، عندما نتخذ إجراءات لا أحد يتدخل مع الأجهزة الأمنية، عندما نتخذ إجراءات ما حدا عم يتدخل معنا، ممتاز. المطلوب أيضا استكمال تطبيق القانون لأنه بدنا نعوض عن 40 سنة من الفلتان. في الفكرة اليوم ما فينا بيوم وبيومين تطبيق القانون لمدة سنة لا يلغي العثرات الماضية. وأنا عم أقول لك نحن بنتمنى الإسراع بتطبيق القانون 63 لأنه هذا القانون هو النجاة ليس لنهر الليطاني وإنما لسكان حوض نهر الليطاني اللي بيشكل 20% من لبنان، وليس لسكان الجنوب والبقاع وإنما لكل السكان اللبنانيين، لأنه مياه نهر الليطاني بتفيد كل اللبنانيين. ونحن مع نظرية أن مياه نهر الليطاني هي حق مكتسب لكل اللبنانيين، ليست حق لمنطقة أو لجهة أو لطرف، وإنما هي لكل اللبنانيين، لكل المناطق، وبذات الوقت لكل القطاعات، سواء فيما يتعلق بالحاجات الصناعية، بالحاجات الري، حاجات مياه الشفة، وبكل أنواع ومختلف أوجه الاستخدام المختلف. بدي أسألك سؤال بآخر الحلقة يعني لا له علاقة مباشرة بالموضوع، حكيتنا عنه شوي قبل، أنه موضوع قديش أثرت مواقع التواصل والطريقة اللي عم تستعملوها. نعم. تتدعم قضيتكم، لأنه مزبوط. يعني ما كنا قبل نشوف، صرنا منشوف على الفيسبوك دائما، على تويتر. نعم. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتحط قصص إيجابية مش كله سلبي. نعم. بتحط قصص إنجازات صارت. مزبوط. الفكرة الأساسية يبدو أنه نحن طبقنا خارطة الطريق الحكومية الموجودة من 2012 اللي بتقول ضرورة رفع الوعي العام حول مشكلة تلوث نهر الليطاني، وطبقنا قانون المياه اللي نص على ضرورة المشاركة ومشاركة الرأي العام، وطبقنا حق الوصول للمعلومات، ما جبنا شيء من عنا. كل ما هنالك أن تلك الوسائل كانت تنفذ كيف؟ من خلال حملات بانويات تتركب وتتعلق على الطرقات بمئات ألوف الدولارات. نحن بتكلفنا هالقصة موقع مجاني على الفيسبوك وبنعملها. فالفكرة اليوم هي وصلت للناس أكثر، فبالتالي هذه السياسة المتعلقة بمشاركة الرأي العام وهذه السياسة المتعلقة بتسليط الرأي ما يسمى بالوعي العام حول مشكلة تلوث نهر الليطاني هي من ضمن استراتيجية، ولكن نحن اليوم غيرنا الوسائل، رحنا إلى الوسائل التي نحن بنستعملها كمواطنين. فبالتالي نحن اليوم مواطنين بنعرف حالنا كيف بنشوف. أنا ما بزماني قريت بانو على الشارع واستفدت منه أو بانو على الشارع ولفتني. فبالتالي اليوم هذا هو الأسلوب. فبالتالي نحن اليوم أمام مشاركة مع كل الجهات الإعلامية وكل مواقع التواصل وكل الناشطين، حتى اللي بينتقدونا وحتى اللي بيكونوا زعلانين من إجراءاتنا وبيسبولنا وكذا، أوكي نحن مبسوطين لأنه بيكونوا وصلتهم الرسالة. فهذه هي الفكرة. وكمان إذا أنت اليوم بترجع من سنة لهلأ فوت على أرشيف الأو تي في، انتوا اليوم ما في شهر بيخلق او اسبوعين بيخلق لما بيكون في تقرير عن مشكله تلوث نهر الليطاني. فبالتالي نحن اليوم امام مشاركه مع كل وسائل الاعلام. بس منيح هلا انه صرنا عم نعمل شو عم يتاخذ اجراءات مش عم نعرض المشكله بالضبط. فهذه هي، واللي بيحفز الناس على المتابعه هي اتخاذ الاجراءات وعدم اطلاق الوعود. فبالتالي احنا اللي بنقوله احنا عم نعمل واجباتنا، هذه هي واجباتنا. نحن موظفين بناخذ معاشات، ما حدا كبراني براسه ولا حدا شيء، في عنا معاش بناخده بنعمل واجباتنا، هذا هو الشيء الطبيعي من موظفين الدولة انه يعملوا. هذه هي الفكرة، اكثر من هيك ما بتحمل القصة. بس ولكن بذات الوقت نحن اليوم صفتنا، انا كصفتي كمدير عام ما بتهمني قد ما صفتي كمواطن، سواء انا كنت مدير عام الليطاني او مش مدير عام الليطاني، انا كمواطن معني بهالقضيه، وانا كمواطن معني اني تابعها، واليوم المواطنين معنيين اكثر مني. فانا لما نقصر المفروض ان يلحقوني،
هذه هي الفكره. يعطيك العافيه. شكرا لك. ما انا مؤثر ابدا. تسلم. بس اكيد يعني انعمل كثير والمطلوب اكثر واكثر واكثر لانه المشاكل كثير كبيره. شكرا لك. شكرا. يعطيك العافيه. مياه نهر الليطاني سامي علوية على حضورك. شكرا. يعطيك العافيه. الله يخليك. مشاهدينا هم نوصل لختام حلقه حوار اليوم. شكرا للمتابعه والى اللقاء.